السلام عليكم. حل معاكم النهاردة كتاب جيم ملحق. كتاب جيم خمسة ابتدائي. ليتس جو، يلا بينا بسرعة. اي واتش، واتش دي يعني يشاهد، هيشاهد التلفزيون. تلفزيون. خدوا بالكم يا ولاد، انا بشرح واحدة واحدة، فخليك معايا حتة حتة كده بالراحة. in ancient Egypt، في مصر القديمة، people، الناس يعني، made their homes، صنعوا البيوت بتاعتهم، near the ايه، near دي يعني بالقرب، بالقرب من الايه، من النهر، من النيل، near the Nile. وده اصلا عموما اي حضارة بتقوم على منابع المياه دايما. we use نقط to go up and down floors. floors يعني floors اللي هو الطوابق. فهنستخدم ايه عشان نطلع وننزل؟ الاليفيتورز او الستيرز. الاليفيتورز اللي هو المصاعد، وخد بالك في كلمة اسمها ستيرز يعني سلالم. I have traditional. traditional ده يعني تقليدي. in my living room. living room اللي هي غرفة المعيشة. traditional ايه ده؟ في living room هستخدم الفرن ولا الكوشنز؟ كوشنز اللي هي الوسائد، والكلوسيتس اللي هي بس دي خزانة ملابس، لا، والسبيسز فراغ، فهي مفيش الا كوشنز. ancient Egyptians، المصريين القدماء، covered، غطوا the windows with to keep insects outside، غطوا الشبابيك بايه عشان يخف، بالبابيروس، ورق البردي، عشان يبعد الحشرات. keep insects outside يعني يبعد. there is a big knot in the kitchen. kitchen يعني مطبخ. إيه المطبخ؟ عايز اوفن على طول. ما هو اي المطبخ ما هو الا فرن يعني، اوفن. تمام. my mom is او ان she takes يعني تحضر او تاخذ me to some brilliant places. ماما شغاله اركيتك، بتاخدني لاماكن، اركيتك يعني مهندس معماري، بتاخدني لبريليانت بليس، اماكن رائعه. بريليانت يعني رائع، ولما اقول على بني ادم بريليانت يعني بني ادم ذكي او بيفهم. there is an not house in the Netherlands. it's upside down. unusual house يعني بيت غير اعتيادي. let's go. فلات شقة، ماتس يعني سجاجيد، مض يعني طين، وولز حائط، حوائط، وايت يعني أبيض. ancient Egyptians، المصريين القدماء، used استخدموا the Nile's water for drinking. for drinking يعني للشرب، cooking وللطبيخ، and washing وللغسيل. they also used نقط from the river to make bricks for their houses. كانوا بيجيبوا كمان المد من النيل عشان يبنوا، عشان يعملوا منهم الايه، الطوب. بريكس يعني طوب. for their ايه houses، لاجل المنازل بتاعتهم. the mud bricks اللي هي الطوب اللبن اسمه mud bricks، made very strong walls، كان بيعمل حوائط ايه صلبة جدا. very strong walls. ancient Egyptians، المصريين القدماء، wanted، أرادوا إن هم to keep their homes cool، يخلوا بيوتهم cool، باردة. so some people painted، لذلك بعض الناس painted يعني دهنوا their house white to make them cooler، لونوا بيوتهم باللون الوايت الأبيض عشان يطرد الإيه الحرارة. to keep to make them cooler. ancient Egyptians، المصريين القدماء، make all had نقط all had flat flats اللي هي الشقق والروفس والأسقف، which were the coolest part of the house، اللي هي طبعا الروفس هي coolest part of the house، اللي هو أبرد مكان في البيت، صح؟ أبرد مكان. coolest coolest اللي هي صفة من الدرجة التالتة، مقارنة من الدرجة التالتة يا قلبي. نقل بصفحة، صفحة 8 8. in sorry
old قديم أو كبير في العمر, unusual غير عادي, farms يعني مزارع, و modern يعني حديث اللي هو عكس old يعني, و online يعني online يعني على النت يعني. Hi, my name's Dalia. أهلا, اسمي داليا. And I like blogging, وبحب أعمل blogging ليوميات يعني الروتين اليومي اللي هو صباح الخير أنا عملت كذا, صباح العسل كذا, اللي هو بالكتابة طبعا أو حتى بالنت يعني. المهم إنها أونلاين. About different things, عن أشياء مختلفة. This week, هذا الأسبوع, I am writing about, أنا بكتب عن نقط houses. مش عارفين بقى إذا كان modern houses ولا old houses, مش عارفين, بس اللي هو I found this unusual. يبقى unusual houses, البيوت الغير عادية, اللي هو زي البيت اللي في نيزرلاند اللي هو upside down, ده عارفينه انت. I found this unusual house, أنا لقيت البيت اللي مش طبيعي ده in the Netherlands, نقط in the Netherlands online يعني online اللي هو من خلال النت يعني, تمام. بعد كده بتقول هي بقى انه it's upside down يعني البيت, يعني البيت الشبابيك بتاعته تحت والبيت نفسه فوق, يعني مش عارفة ازاي اشرحها لكم ازاي, بس يعني في الصورة قدامكم يعني. it's actually يعني حقا, تمام. an old farmhouse, بيت طبعا كان منزل ريفي يعني, farmhouse يعني منزل ريفي, which أو country house, الاثنين بمعنى farmhouse أو country house يعني منزل ريفي, which people are changing to make it, يعني اللي هم الناس غيروه عشان يخلوه modern, يخلوه حديث, تمام. هو كان قديم خلوه حديث. the house fits يعني يناسب, in very مناسب جدا, very well with the local landscape اللي هو للمناظر الطبيعية, which is not and fields, which is farms and fields اللي هو بيبقى من خلال المزارع والحقول. let's go, يلا بنرتب الجمل. انت من المصريين القدماء, طبعا انت عندك هنا يعني دي البداية, ancient Egyptians المصريين القدماء, ده الفاعل. عندك هنا grew يعني زرع, وكبت يعني ربى, grow زرع الايه vegetables, ما هو مش هيزرع فراخ يعني, تمام. and keep kept بقى kept chicken, وربى chickens يعني دجاج, الجامعة غالي. did دي يا جماعة عايز did دي عايزة فاعل اللي هو you, did you, تمام, فعل. did you, عندك هنا eat, هل أنت أكلت الإيه البيتزا, امتى, last Monday, يلا اللي بعده on, the left يعني على الشمال, حط كومة, there is, يوجد, a closet, خزانة ملابس, يلا اللي بعده, these نقط this عايز this ديت يعني this where لا this coaches ماشي, دي هذه الستائر, كانت were a gift, كانت هدية, from من grandma, من جدتي ارحم. هنا السؤال ب برضو what did
يو وات جوز بقى وات جوز ديد يو درينك ايه العصير اللي انت شربته. اللي بعده unfriendly. unfriendly دي يعني غير محبوب means تعني not kind مش طيب مع شخص ما to someone. واخد بالك يا طالب يا جميل انت؟ حطه في الستوب. اللي بعده not not many people معروف يا جدعان والله والله ما هجيب لكم حاجة من عندي. not many people مش كتير من الناس. had beds or chair مش كل الناس عندها سراير او مش فاهم ازاي بس اوكي عدوها يا جماعة. يمكن يتكلم على الناس بتوع زمان مثلا وكده. this week هذا الاسبوع ايه اللي حصل الاسبوع ده؟ عسل. I am writing ده عشان يعني I am writing ده مضارع مستمر يا شباب. about انا بكتب عن الايه ال unusual houses unusual houses او homes بس خلاص.